Mosaïk FM Podcast. مرحبا بكم الناس الكل. رسميا اتحل مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد ما قدم العضو راضي سليم استقالته، وهذه الأسباب والتفاصيل من عنده في حوار مع فهمي. اليوم سمع قدم كل في قناة ولينا الكورون ما عادش معناه يجي فيه مش واحد يخيب مرة ما يصيرش الاجتماع. اليوم دخلنا في فترة حساسة في البطولة التونسية، كما بقش برميت اليوم مش عارف يصير اجتماع ما يصير اجتماع وكل، وكما ريت اللي فما معناه مكتب جامع جديد بالباين نعملوا معناه انتخابات ويبدأ معناه مكتب متعرفة جديد على 4 سنين ويبدأ منتخب، وببينك اللي عندنا 4 معينين احنا في القائمة القديمة، وفما شكون عطا استقالات وكل اكتمل نفهم سير هذه اللي انت تحضر الانتخابات، والواضح انك مش تعود ترشح مره اخرى في الانتخابات على الرابطة. والله شو اقول لك، صحيح انا عندي فوق 8 سنين في الرابطة، من الرابطة بين مكتب الجري، يظل من حقي مش ان نعرف الرابطة بالبدا انا مش اتقدم انا وفما زاد الخير الخير زاد مش اتقدموا اللي هم بالرابطة ان شاء الله يكون مجدري معنا يفوز بالانتخابات الامور ببعض. مرة أخرى تأجل النظر في استئناف حافظ حميد على حكم حل الهيئة متاعه لنهار 21 ماي، يعني تم الاستئناف التأجيل لنهار 21 ماي الاستئناف. المرة هذه جاء بطلب من محامي الرئيس السابق النجم الساحلي المزيد درس ملف القضية. تعينت حكام مقابلات الجولة 19 من البطولة تتلعب على دفعتين هالاربعة 7 مقابلات الكلوب أمل حيوسوس، الحكم هشام بركلة، فؤاد البحري، المقابلة لتوال وستاد مستقبل مرسى حمام لنف، الحكم مكرم اللجام، عصام الرحموني يزفر ماتش سابي، ونجم خالدي قوي في القفص، شباب القيروان الحكم محمد المدب، سليم بالخواص الماتش سياسس والاتحاد المنصيري، الأولمبي الباجي مستقبل جابس، الحكم هيثم القص عيون، هالخميس ترج رجيس ترج تونسي، الحكم السويد. الشامبيونز ليغ اليوم نتعرفوا على الفريق الثامن المترشح لدور المجموعتين، اما الاهلي المصري ولا الملعب المالي. بعد نص ساعه زوج جمعيات يلعبوا ماتش ريتور لليكن، تذكروا في الماليين واحد بلاش، ونذكركم بالفرق المترشحه حتى التو: ترجي الاتوال، تي بي مازيمبي، تشيلسي من غانا، سانشاينز النيجيري، الزمالك، اولمبيك شلاف الجزائر. الهولندي رود فان نيستلروي اعلن اليوم عن قرار اعتزاله الكره، قرار صعيب لكن في وقته، هكا قال فان نيستلروي في المؤتمر الصحفي اللي نظمه رود. 35 عام، مسيره حافله بالالقاب وتتويجات، بدات من هولندا مع ايندهوفن، للانجلتير مع مانشستر يونايتد، لاسبانيا مع الريال، وكمل كاريره مع ملقا. موزايك فان بودكاست.